لما صندوق النقد الدولي يطلع تقرير يقول ان العالم داخل على ازمة اقتصادية حادة وموجود احداث من التوتر، توتر موجود في منطقة اللاعبين الكبار على مسرح السياسة العالمية، منطقة التوتر موجودة لدى اللاعبين، اللاعبة الكبار بقى على مسرح السياسة العالمية، الامريكان والصينيين والروس والفرنسويين والانجليز. ثم تخرج ألمانيا، ركز بقى معايا في اللي انا بقوله علشان ما ارميش الهباب في الهباب بقى، فهموا. تخرج ألمانيا بتقرير لسه طازة، مين اللي عامله؟ عم توفيق، جهاز المخابرات الألماني، طازة قريته، وفاجأ أنهم يحذرون تحذيرا شديدا من جماعة إخوان الشيطان اللي هم الإخوان المسلمين. وقال التقرير نصا إن جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من مصر في عام، التي أنشئت في مصر في عام 1928، وصل أمرها اليوم إلى أنها صنعت تنظيم القاعدة، وصنعت تنظيم داعش، وصنعت جميع التنظيمات المتطرفة التي نسميها بالإسلامي الإسلاموي، بالتنظيم الإسلاموي. عارفين يعني ايه الإسلاموي؟ يعني واخدين آخر كلمة في الدموي، اللي هو الفكر الإسلامي الدموي. طبعا لما المخابرات الألمانية تطلع تقرير دقيق زي ده، لازم تعرف انهم اداة. ليه؟ هم هنا بدهم فلوس عشان يدمروا في الدول الواقعة في ارض الاديان. الاخوان بياخدوا فلوس من قطر ومن تركيا ومن كثير من كبار رجال الاعمال، للأسف من بعض الدول العربية بتمولوا، ما هم في تمويل اهو، والجانب الثاني بيفضح حقيقتهم. يبقى معناها ان هم هيتقطع رقبتهم. امتى بقى؟ بعد ما يقضوا دورهم، يقضوا دورهم تتقطع رقبتهم. طب لو ما قضوش دورهم وما عرفوش برضو تتقطع رقبتهم. ليه؟ لانهم تسببوا في اضرار لبعض الدول التي كانت تدعمها، ضروها. ده امر ربك بقى، ربك هو اللي ايه، هو اللي بيسوي الحاجات دي عشان يخلصك من ايه، من الخوارج في الاسلام. مش عارف انتم مركزين في الكلام اللي انا بقوله، ولا الكلام اللي انا بقوله ده يعني ايه مش مربوط ببعضه، ولا ايه، والله ما اعرف. عموما انا بعمل اللي عليا، انا قدام مني قراءة عالمية بتعكس للخطر، خطر شديد. مصر حاطة برنامج لسياستها الخارجية. شوف بقى البرنامج اللي عملته: علاقات قوية ومتينة مع الأمريكان واقتصادية، ربطها بالاقتصاد عشان تبقى علاقة مصالح. علاقات قوية ومتينة مع الروس، مع روسيا، وربطها بالاقتصاد عشان تبقى مصالح وتمسك بعضها. علاقات قوية ومتينة مع الصين، وربطها بالمصالح علشان تمسك نفسها. علاقات قوية ومتينة مع أوروبا، خلي بالك
وايه وربطها برضو بالمصالح عشان تبقى قوية ومتينة مع فرنسا وألمانيا اللي هما بيقوا قادة أوروبا. يبقى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترأس المجلس الأعلى للسياسة الخارجية المصرية عارفين إن في احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة، وأن أطراف هذه الحرب اللي أنا قلتهم، طيب لما أنا أعمل معاهم هذه العلاقات المتينة القوية الاقتصادية وعلاقات المصالح يبقى أنا لا أتأثر بهذه الحرب. هما مش هيجوا جنبي، الضربة هيتم وأنا بعيد، يبقى أنا بأمن البلد وفي نفس الوقت ببني في البلد. ربما يكون لي دور بعد الحرب ما تخلص، فنفاجأ ان احنا انتقلنا من العالم الثالث للعالم الثاني، او بقينا دولة من الدول الكبار، لان الحرب دي هتخلص على دول كتير.